الزمن 10 متاع الصباح، دخلنا لدار واحد من أهم أبطال تونس في ألعاب القوى. شكون هذا؟ شنو أنت قلت لي نحب الرا نحب الرا نحلم نكون هو؟ شكونه؟ ها؟ هو القمودي. إيش؟ السلام رجلاً. تحب توصل نهار للمكان متاع القمودي؟ كيس كيلا في؟ شنو عمل؟ اي باهي اسمع، خليني نحكي معاه شوية. معناها تنجم انت تجيب حاجات كيما هكايا، دي ميداي اولمبيك؟ اي انا متأكد لي انت نجم تعمل نهار حاجة باهية كيما القمودي. اوكي ريتك في تصويرة. تصويرة شوفوا راح. اسمع خليك تكتشف العالم هوني متاع القمودي، الكؤوس متاعه وكل شيء. لطون نحكي معاه وبعد يحكي معاك شوية باهي. أوكي ألي سي محمد، دونك القهوة بتاع اليوم الصباح نشربها بحذيك. مرحبا. بطبيعة هي حاجة تشرفنا أنك تكون معانا في نكبر ونولي، على خاطر عنا وليد صغير قال محمد أنه هو أمنيته أنه يولي كالقمودي. زعما علاش القمودي بالذات؟ شنو نقول لك؟ كي تدخل في تفكيره هك؟ ايه خاطر دخلت كيفاش نقولوها؟ لقلوب التوانسة. اي كل يعتبروك بطل قومي. انتظار نمشي في الشارع تو يوقفوني ويصوروا معايا وثم اللي يحب ينصحح له نصحح. تقول انت شكون ما يحبش القمودي؟ ما تصورش. في الحقيقة هذا نخلي الببليك هو اللي يحكم. أما أنا ظل نمشي في الشارع ونمشي في الأفيني وفي تحس حب الناس. اللي يمشي معايا يتقلق، هذا يوقف يصور معايا، هذا صحح لي من غير مبالغة. أبدأها من عائلتي ها. نهبطوا اللافيني يتخلقوا يقعدوا يستنوا في واحد وأنا نأخذ بالخاطر والحمد لله. هذيك الشيء الرياضة أش ربحت منها؟ ربحت منها محبة حب العباد حب الناس. سي محمد كان نرجع بيك عشرات السنين، المحمد قمودي الصغير كان مغروم؟ كان يحب يولي بطل؟ كان يحلم أنه يكون نهار ميدايي معناها في الألعاب الأولمبية؟ لا في الحقيقة شوف في العهد اللي فيه مين جاي الغرام بالجري؟ علاش؟ استنى، الغرام من تكويني من الصغرى، من قرية للابتدائي والمدرسة تبعد حوالي 8 كيلومتر، نمشي الصبح أنا اكزرسيس كان ماشي وجاي. كيفاش يقولوها بدني يتكون وحده بطبيعته. وما ودخلت الجيش، دخلت شاركة تونس عام 60 في الألعاب الأولمبية في روما. أوكي. الوفد التونسي كما مشى كما جاء ما خذوا حتى تيتر. بورقيبة الله يرحمه وقتها عمل الخطاب يحس به في الرياضة، وأنا دخلت كجندي ندي في واجبي في القصري في العاصمة ما نعرفهاش، أنا مولود في الجنوب في قصة ما نعرفهاش، وفي العهد هذا كما كانت مواصلات وما كان حتى شيء. الأمنية نتاعي جينا الباردو جابونا لتونس، خلطت غادي والله نهارت هذيك فازة صارت لي. بصراحة ندمت على جيراني لتونس. علاش؟ هابط ولو هي ما تتقالش ونحن باش نقولوها للتاريخ. أنا نقزت من الماجوريس، نقزت ثم ضابط الله يذكره بالخير موجود تو في التقاعد، قال لي تقاعد احني ظهرك كذا وكذا منك. شكيت أنا. علاش يكلم فيها هك؟ اي قلت هذا العرض جاي لتونس باش نلقى استقبال ونحب نشوف ناس اخرى وعباد اخرى. يا اخي الاستقبال ما كانش في المستوى. ما كانش في المستوى تماما لين شكيت منها. قلت خلاص صرت فعلا والله صرت نبكي باش نرجع
كانت هذه من العوائق الاولانيين ما بعد خدمت هذه اسوأ والحمد لله بعد خدمت. خدمت وتعرفت وليت نخرج للخارج. محمد جمودي هوني قدامنا ميداليات غالية بقيمتها، ميداي دارجان مكسيكو، ميداي دور، هذه ميداي دو برونز. كي تشوفهم قدامك توا شنو تتذكر؟ شو يجي على بالك؟ شو يجي على بالي؟ يرجع بيك الزمن؟ يرجع والتو كنت فكرها ولا نتفرج فيها في الفيديو ونسجلها عندي دموعي تهبط من غير لا نشعر ولا هو خلاص. بل انا ما نحبش دموعك تهبط، نحب نوريك حاجه. انا زاده وكيما برشا توانسه معناها هو مشهد يتذكروه برشا عباد، هو هدايا معناها الجريه الاخرانيه نتاع الميداي هذه اللي قدامنا، ومحمد جمودي اللي هو يستعد انه يربح الكيني اللي وراك. هذاك الكيني وهم يجريوا بالقديه خاطر الارتفاع مستنسين الجمهور نتاع مكسيكو يشجعك. مشيت ثلاثة سنوات قبل الألعاب باش نتعودوا بالارتفاع. يعرفوني معروف كأني في تونس. شاهوني سي محمد دونيك في الليني دروات هذيك كأنه باش يربحك هنا، أما أنت خليت شوية ريزيرف. خليت شوية ريزيرف والعزيمة ديما، ما حطيتش 100% للأمطار الأخرانية. شو محلاها اللحظة ذي؟ شو كان شعورك؟ يعني صدقت أنه أول ميداي أولمبيك في تاريخ تونس؟ بالضبط. صدقت اللي ممكن الحلم ممكن؟ لا، الحلم ده تحقق في 6 كيلومتر. من الأول صدقني قلت أنا اللي بشتغل. لا وقت اللي خذيت الديبار روح هاني معاكم لا تنسوني. والله ما أبطال كبيرة وعندها حظوظ 64 بعد ما رجعنا وقبلني السيد رئيس الحكومة بورقيبة وعدت وانا وقتها. وعدت وقت اي جبتها فضية وقلت له بحول الله 4 سنين اخرين راني نجي ذهبي. ذهبي شقالك؟ هو شجعك؟ مش شجعني بركة وسهر وتلغرام قبل الواحد قبل العاب وكلمني حتى بالتليفون عبد الوليسي المنذر بن عمار الله يرحمه فؤاد المبزعة ومزال الحل. الحق لقيت التشجيع معنوي، ما هوش من مادي والواحد ومعنوي. معنوي هو الأهم. اي وانا بعمري لا طلبت الحاجة حاجة نعرفها. بيسي محمد اليوم الصغار اللي هما هكا في عمر محمد مثلا 10 سنين 11 سنة اللي يحبوا ألعاب القوى، مش برشا بتاتر مغرومين ولا برشا معناش الأرقام، أما الصغار اللي هما في العمر هذايا، أنت شنو تنجم تقول على الحكاية هذي؟ شوف النصيحة من بطل كبير. الصغار في ألعاب القوى مش برشا كما كنت تحكي، كأنه الأغلبية الفوت الملاحين كرة القدم. الفوت لعبة شعبية والواحد وهذه لعبة صعيبة، ولكن راهو عندها حظوظ أكثر من باش يتميز واحد. أي من الألعاب كاملة، ألعاب كولكتيف الديسيبلين الأخرين. أي الألعاب الفردية هذه عندها حظوظ أكثر الواحد، وعلاش لا؟ ولد كما محمد مغروم سرتو الغرام، لكانوا هو مغروم لكل الأرض اللي جابت جمودي جيب 10 أبطال أخرين. الأرقام القياسية كنت جيت منظم وعندي ريكالة أحسن مناجور وعندي كما تو وعندي إمكانيات نقول لك نحقق المعجزة. أنتوكا سي محمد شي شرفنا برشا أنه ديما كنقابلوك ونحكيو معاك. انت واحد من بالنسبه لي انا شخصيا واكيد انه البرشا ناس اخرين واحد من ابطال هذا الوطن. ميرسي بوكو. تاثر البطل الجمودي كان كبير، وحبينا نشاركوا محمد العداء الصغير في الحوار باش يسال هو اللي يحب. عسلم عسلم بس.
شنو تحب تقول له؟ صحيت يا رجال. شنو تحب تقول له قموتي؟ كيفاه كان لك النهار اللي ربحت فيه؟ شو معناها؟ كيفاش كان النهار؟ شنو شعوره كي ربح؟ هاو الدليل شوف بالله تصوروا عالي فوق البوديوم شوفك قدامك الجمهور ملايين العالم العالم ونشيد الوطني والمنافس متاعي وقت اللي طلع الثاني بعد مديت لويدي سيسامي ما حبش يصفح بالحق ممكن هو اسبري سبورتيف مش كان عنده حظوظ كبير الكيني هذا معمل هو اللي باش يربح شوي ما كانت لوش على البال شنو تحب تقول له اخر قدم ميدالية ذهبية هزيتها بين الالعاب الاولمبية عندي اربعة وبطولات العالم العسكرية من عام 62 حتى 71 بدون منازع ومشي محمد مع القمودي باش يكتشف ميدالياته والكؤوس اللي ميزت مسيرته الرياضية. إن شاء الله علاش لا أنت ما توليش إن شاء الله بالغرام متاعك تولي تتحصل على الجوائز اللي تحصلت عليه المانا وأعلى أكثر مني يعني. أنتو كا أنا نحبك من عرش نقترح عليك أنك تسأل وتقول له باش تنصحني باش نكون نهار بطل كيفك أنت؟ باهي سؤال ولا؟ باش تنصحني باش نكون نهار كيفك انت سي محمد؟ نتصور انا باني ناكل الماكله الصحيه. اي خليها هو يجاوبك يلا. انا نجاوبك. اي تفضل سي محمد. اي بالطبع اما بعد الماكله وبعد كل شيء راهو الغرام والفولونتي العزيمه. الاراده والعزيمه. الاراده هما الكل. في المكسيك 68 وهذه الميدالية الفضية اللي تحصلت عليها في الألعاب الأولمبية في مينيخ ويسأل محمد والقمودي جاوب ربحني واحد من كينيا ربحت وانا في 5000 وفي 10000 هو ربحني إن شاء الله نتو الجامعة التونسية ألعاب القوى ووزارة الشباب والرياضة يعني كان يلقوا عندك الاستعداد يرام يعتنوا بيك وانا ديما زاد باش نتبعك ان شاء الله ربي يجيبك في الصلاة كان هذا كل شيء في حلقة اليوم ديما نستناو تفاعلكم على الفاش فيسبوك نكبر ونولي في الحلقة الجاية باش نشوفو انا اخترت المهنة اني نكون بسي عاصمة عاصمة مرحبا صفا لاباس الحمد لله حضلك عاصمة عاصمة انا ما نعرفش كي كنت صغيره ما كنتش نعرف حاجه اسمها سيكولوج ولا علم النفس لكن كان انا توا ما نندمش بالكل اللي انا عملت الخدمه هذه